بعد قرار الحكومة في العراق بتوزيع نصف كيلوغرام من مادة العدس لكل مواطن قبل شهر رمضان المبارك، نتابع ردود أفعال المواطنين حول استلام العدس الذي خصصته الحكومة لهم، فنشاهد. أبناء الجالية العراقية المهجرة في اليونان، نتقدم بالشكر لدولة رئيس الوزراء عادل زوية لعناء السفر والمشقة لجلب العدس. 5 مليون برميل نفط يبيع العراق يوميا، سنة كاملة فرحة الزوية نص كيلو عدس. وين الإسلام؟ أو جاب العدس، جاب العدس إلى الله المشتكى. اللهم صل على محمد وآل محمد. يابا سلمنا العدس استونا عادل عبد المهدي، ألف رحمة على أمك وأبوك. هاي وحدة الصبح، وحدة الظهر، وحدة بالعشاء، نعلى على شريفكم.